اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السوره من قصار الصور، سوره العصر، واعتقد ان معظمنا يحفظها عن ظهر قلب ونرددها او نقولها في صلواتنا. لكن الحقيقه هي تحمل معاني عظيمه وتحمل اوامر الهيه، يعني ما فيهاش فصال امر مباشر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويعني كل البشر في خسر الا الناس اللي بتعمل الصالحات. فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والطاقه المصريه، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا. واختيار موفق لسوره العصر. الحمد لله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعصر قسم من الله تبارك وتعالى يقسم بالزمن الذي نحياه والزمن الذي مضى علينا وقد خسرناه في عدم الطاعات وفي عدم فعل الخيرات. والعصر وقت المنتصف من اليوم كوقت المنتصف من العمر. الله تبارك وتعالى الجليل حينما يقسم بزمن فهو يعلمنا: يا أمة محمد، يا من أعماركم بين 60 و70، إن أعماركم عظيمة كريمة تملأها البركات. فعليكم أن تحافظوا على ما تبقى من أعماركم وتأخذوا منها للخير الذي سوف يأتي بعد ذلك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان منذ أن خلق الله الأرض إلى يوم القيامة في خسر وخسران وكبد، وفي حالة معيشية غير طبيعية. ولكن هناك الاستثناء: إلا الذين آمنوا، إيمان خالص بالله تبارك وتعالى، ثم أتبعوا الإيمان بعمل الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم بعد ذلك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق في أنهم يتصدقون ويزكون ويفعلون الخيرات ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفعلون كل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسالة لمن يعطي ويمنح ويتصدق ويتزكى ويعتقد أنه يعطي الكثير، فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر إذا أصابه كرب. ما كان الله سبحانه وتعالى ليجعل سيدنا أيوب في هذا المرض كراهية له، ولكن ليمحصه. ما جعل الله سيدنا يونس في بطن الحوت لأنه لا يحبه، ولكن ليمحصه لأنه سوف يعود ويبعث 100,000 أو يزيدون. ما كان الله ليجعل سيدنا زكريا يظل 96 عاما ما عندوش أولاد، وزوجته 86 عام، إلا ليمحصهم. هكذا كانوا في سورة الأنبياء: فاستجبنا لهم، فاستجبنا له، فاستجبنا له. الله تبارك وتعالى يقول: افعلوا الخير تجدوه، افعلوا الخير واصبروا إن كان هناك ابتلاء، فإني موافيكم في الدنيا وموافيكم يوم القيامة بالخير العظيم العميم بإذن الله. أنا يعني إيه هكلم حضرتك كده باللغة العامية بتاعتي، ما. الأمثلة الإيه بتاعتنا إحنا، تمام. اللي يعني ممكن لا ترقى للقرآن الكريم طبعا، لكن لما مثلا أقول لك إيه، هات لي كيلو كباب وتوصى بالسلطة وتوصى بالسلطات وتوصى بالبتاع. الفكرة بتاعت إن ربنا سبحانه وتعالى طبعا ولله المثل الأعلى، قال لنا اللي عملوا الصالحات، بس قال لنا توصوا بحاجتين نزودهم بقى شوية: الحق. فإذا الصالحات، الحق ده يعني إيه؟ الحق يعني الإخلاص، الحق يعني إن أنا أعمل حاجة مظبوط، إن أنا يعني الحق بقى في كل شيء، تمام. والصبر، الصبر هنا مع الصالحات بمعنى إيه؟ الصبر عندما أفعل الخير. في ناس كتير تقول لك إيه، أنا بتصدق وفي مرض، بعمل الخير وبرضو العيال مش مظبوطين معايا، أنا بعمل مش عارف إيه. كون إن أنا يصل بي الأمر، أيوة، إن أنا أفضل كل شوية أولا عملت يلا بقى مستني الفرج، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. عايز ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك الابتلاء، يرفع عن أي حد الابتلاء، عليه أولا أن يرضى بقضاء الله فيرفع عنه الابتلاء. وده اللي حصل،
ويصبر عليه. نعم ويصبر على قضاء الله. طب ربنا بما حصره يعني تخيلي حضرتك ان صوتك يكون مسموع في الملأ الاعلى عند رب العالمين ويقول لسيدنا جبريل اخروا لعبدي فلان دعاءه ومطلبه فاني احب ان اسمع صوته. ايوه ما أعظم هذا أن أدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا لك يا رب حتى أرقى لمرتبة الدعاء حتى أرتقي أولا لمرتبة الدعاء فتستجيب لي يا رب حينما تراني قد رضيت وعفوت. الأصل والقاعدة أن المال مال الله. أيوة. أنا لما بدي للناس بدي من الأمانات اللي على أكتافي اللي ربنا قال لي فيه صدقات وزكوات وفعل خيرات وحسنات وصالحات. أنت اديت اوعى جواك تقول أنا أعطيت منة لي أو منة مني وفضل مني وخرجت للناس الغلابة. لا المال مال الله. كل شيء يملكه الحق تبارك وتعالى. لكن حينما تصاب ده هو ربنا عايز يشوفك. ها انت أدخلها مية كاملة لوحدي بفلوسي ويبقى الصدقة مني لربنا سبحانه وتعالى. طب يجي حد يتصل يقول لي أنا معيش غير هي تمن وصلة واحدة بس. فيدوب هدخلها الجزء من شقة أو من بيت زي ما أنت شايفة. أقول له افعل اعمل حتى لو قليل. أصل ربنا تبارك وتعالى قال إيه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا يعني إيه يلا نعمل شركة ونجمع من بعضنا وندخل لقرية. يبقى 50-60 واحد 100 واحد دخلوا في قرية تواصوا بالحق ويدعونا. ربنا يتقبل يا رب. طيب نروح نشوف تقرير آخر عن مزرعة البر والتقوى. هي فين مكانها؟ بني سويف. في بني سويف. نعم. نرجع نعلق عليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدقة. الزراعة والغراسة إحدى الركائز الاقتصادية المهمة جدا لأي شعب يطمح في التقدم والازدهار وزيادة الدخل الوطني والاكتفاء الغذائي الذاتي. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. هذا التسخير نعمة يجب علينا أن نشكرها وشكرها يكون بعدم تلويثها وبعدم إتلافها لتبقى كما أرادها الله عز وجل صالحة للزراعة والغراسة والاستغلال ومن أجل أن ننفع الناس. إحنا دايما بنكلمكم وإحنا في التلفزيون عن مزارع جمعية البر والتقوى. أنا واقف دلوقتي في مزرعة من مزارع جمعية البر والتقوى 50 فدان زروع نخيل أشجار الزيتون. الجميل فيها أحواض سمكية شيء مشرف وعظيم وعلى أرض الواقع وأنا فيها الآن أحدثكم لتعلموا أن هذه الجمعية تفعل ما تقول. بادروا بالمشاركة واجعلها صدقة جارية لك ولأولادك في حياتك وبعد مماتك. تقبل الله منا ومنكم. دايما بنحب نذكر انه مزرعه البر والتقوى زي ما هي مكان بيخرج منه يعني محاصيل زراعيه وكده هي مكان يعني بيوفر فرص عمل لاسر كتيره. يعني لما رحنا شفنا سيدات ورجاله واطفال احيانا في الصيف يعني ممكن في الصيف عشان يحصدوا الحصاد.
احنا يمكن بننوه ان هم 50 فدان، ودايما احنا في التصوير عندنا بنجد الارض كلها خضراء، الخمسين فدان دول في حاله خضار طول العام. احنا اللي احنا بنقوله بقى للساده المشاهدين ان هم ان كانوا في الظاهر 50 فدان، ولكن احنا بنستغل فوق الخمسين كمان 50. بمعنى المكان اللي بيزرع فيه النخيل في اماكن فاضيه كتير، فالاماكن دي بتحرث بين النخيل من بعضها ونزرع بطاطا او بطاطس او نزرع بصل، فيبدا الخمسين فدان يتحولوا الى 100 فدان. انا بستغل الارض الزراعيه في زياده الخير اللي يخرج منها. عايز اقول ان انا محتاج سماد، محتاج ان انا اعمل في الارض دي يعني اقول ايه عمليه تقويه ليها. طب تقويه الارض دي بالسماد، اعظم سماد واعظم مياه مخلوطه بالسماد هي مياه احواض السمك، اللي لما بتخلص الزريعه او بتخلص الوقت بتاع الكم اللي خارج ده من الاسماك، بعد ما بنجمعه وبنبيعه والناس بتشتريه وناس الحمد لله بتاكل وتشرب منه من فضل الله، بناخد المياه دي وتطلق في الخمسين فدان فتعمل عملية تحصيب للأرض وتقوية للأرض، ونملى المياه اللي جاي لنا من 3 كيلو من فضل ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول هي مزرعة محتاجة أنها تكون أكثر من ذلك في الاكتفاء الذاتي، أنها تتعمل سور حواليها علشان هيتعمل بعد كده مزرعة للحيوانات، بحيث ان مزرعة البر والتقوى بعد كده نصورها ونوري الاحباب ان احنا طبعا داخلين ان شاء الله على العيد الكبير وصخوك الاضحية والحاجات دي كلها، محتاجة ان احنا نعرف الذبيحة شكلها ايه وشكل ده احنا بنستعرضه في ايامنا قبل العيد. لكن لما تخيلي حضرتك ان انا اروح مزرعة البر والتقوى واشوف مزرعة الحيوانات اللي احنا هنستغلها بعد كده في الأضاحي بإذن الله تبارك وتعالى. محتاجين أكتر من حاجة، محتاجين الدعم في الأرض الزراعية، لأن غراس الأرض أنا أول له أشوف غراس. البلح طالع نعم. يعني في خلاص البلح بدأ يطرح. لا أنا عايز أقول لحضرتك كمان أن شوفي حضرتك يعني يدوب البلح ملامس للأرض، معنى ذلك أن في خصوبة في النخيل، أن هو يعني من النخيل مش عالي قوي 2-3 متر. أعتقد هي أنواع بقى. نعم، فهي دي الأنواع اللي احنا بالفعل بنختارها لأنها تزرع بحيث أن هي يكون ثمرها غالية وثمرها معقولة في ثمنها علشان الناس تشتريها، علشان يكون دخل أكبر لهؤلاء الناس إن شاء الله في الأكل والشرب، وتكون الصدقة الجارية لأصحابها من فضل الله تبارك وتعالى. بإذن الله المشاركة في المزرعة بيكون إزاي؟ إن يعني حد بيتواصل مع أي حد بيتواصل 19038، أنا عايز أغرز نخلة، أهلا وسهلا بيك. النخلة في أنواع وليها بس نخلة بس، ولا المشاركة بتكون عايز عن طريق حاجات في ناس قالت أنا عايز أشتري شوالين أو 3 أشولة خاصة بإطعام الأسماك، في ناس تانية حابة إن هي تشوف الخير اللي طالع دوت، وفي ناس عايزة مثلا الزيتون، في ناس تقول اشتروا لنا شجر للزيتون، اشتروا لنا شتلات لأي خضار احنا هنعمله، بحيث إن الأرض من فضل ربنا سبحانه وتعالى تستثمر. الفلوس اللي بتدفع للناس علشان يحرثوا الأرض ويشتغلوا في الأرض ده برضه صدقة جارية، كأنك أنت بتعين الناس ديت على فتح بيوتها، يبقى دي كفالة ليهم وأمان ودفى ليهم أنك بتطعمهم وبتعيشهم في حياة طيبة. اللهم تقبل دايما. آمين. يا رب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى طحلة المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.